وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومه، والذي كان قد وافق عليه من حيث المبدا. يستهدف القانون تشجيع نظام الوقف الخيري لاقامه ورعايه المؤسسات العلميه والثقافيه والصحيه والاجتماعيه مع ضمان استقلاله وفقا لشروط الواقف، من خلال انشاء صندوق الوقف الذي يضم الفوائد لحسابات الانشطه الخاصه باموال الوقف لتكون تحت مظله واحده. وافق المجلس على الماده السادسه التي تمنح وزير الاوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها، كما وافق المجلس على المادة السابعة كما قدمتها الحكومة بعد جدل بشأن التعديلات التي أخضعت راتب المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور، وهو ما رفضه بعض الأعضاء بدعوى أن المدير التنفيذي يساهم في تنمية موارد الصندوق. حول هذا الموضوع نرحب عبر الهاتف بالدكتور بالاستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي. استاذ رضا برحب بيك. ازي حضرتك؟ تحياتي بيك وللساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني يمكن الناس محتاجه تفهم اكتر شويه عن موضوع الوقف الخيري، وتحديدا الجدل اللي اثير حوالين تمكين وزير الاوقاف من ان يكون له سلطه في هذا الموضوع. الناس شايفاها انها محاوله، او انا يعني ناس قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي انها محاوله للاستيلاء على اموال الاوقاف وغيره من الكلام، فحابين نعرف الكلام بشكل ممسوك اكتر من حضرتك، اتفضل. هو طبعا في مثل مصري بيقول لك رجع من الشوربه بيوبك في الزبادي. كلنا فاكرين فلوس هيئه التامينات الاجتماعيه راحت فين واختفت. النهارده بنتكلم على سنه الاوقاف، الأوقاف الإسلامية والمسيحية. القانون بدعم وجهة نظر غريبة شوية في مصر، اللي هي الإنفاق خارج الموازنة وعدم الالتزام بقوانين الحكومية. احنا مش قادرين نطور قواعد الماليات في الحكومة، فكل مشروع بيهمنا شويتين بنطلعه بره قواعد المحاسبة الحكومية والقواعد الحكومية في التصرف في الأموال. يعني لا له علاقة بقانون المناقصات والمزايدات ولا له علاقة بحاجة، هو حر يعمل اللي هو عايزه. وفي الآخر ناظر الأوقاف، ناظر الأوقاف ده لقب وزير الأوقاف في هذا القانون، هو اللي يخلص ويوافق ويعرض لما حاجة عايزة قانون من رئيس الجمهورية أو قرار جمهوري يعرضها على رئيس الجمهورية وكل سنة طيبين. أنا مش عارف العقلية اللي تفكر في المحاسبة الحكومية في مصر. طيب أستاذ رضا، في خلينا نتفكر. اتفضل اتفضل. يعني الكلام بس عن الجزء الايجابي اللي في المشروع، في كلام انه هيساعد على تشجيع اقامه ورعايه المؤسسات العلميه والثقافيه والصحيه والاجتماعيه ويضمن الاستقلال، وبيكون في شروط. يعني الواقف هو من يشترط، او صاحب الوقف يعني هو من يضع الشروط وتحترم من خلال صندوق الوقف. يعني كلام كتير يخص، ويمكن كتير من المؤسسات بره مصر بتعمل وفق نظام الوقفيات ده وناجحه بشكل كبير جدا، لكن الى حد ما احنا متاخرين جدا في مصر في هذا الموضوع، مع اننا بدانا فيه بدري جدا من ايام حتى تاسيس جامعه القاهره وغيرها من المؤسسات اللي قامت بشكل اساسي عن طريق الوقف. لكن في السنين الاخيره وزاره الاوقاف بقت تحسها مرتبطه فقط بالمساجد وادارتها وغيره، لكن موضوع ومبدا ان شخص يوقف شيء ما للانفاق على مؤسسه ما، يمكن احنا بعيد عنه شويه. احنا كمان عن الصندوق ده من اهدافه تطوير العشوائيات. يعني ما شاء الله اهداف كبيره جدا وبتتشابه مع جهات اخرى موجوده في البلد بالفعل. يعني النقط، خلينا من النقط الايجابيه اللي هم بيقولوا عليها ان مع تطبيق العملي هيبان الاضرار. يعني مثلا عندنا ماده بتقول ان كل الاوقاف الموقوفه للازهر تتحول لهذا الصندوق. وكده نسال نفسنا سؤال، ايه الهدف من ده؟ هل كده الازهر هيقدر يحتفظ باستقلاليته؟ ولا بننزع منه الاوقاف بتاعته والاموال بتاعته؟
طب و في و في 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 هل الأفضل إن كل برضه الجهات كلها واقفيتها، ولا تكون في جهة جامعة قادرة إن هي تكون هي الجهة الوحيدة والمرجعية الوحيدة فيما يتعلق بالأوقاف؟ حضرتك يا استاذ سامر بتفكرني بوجهة نظر كيلت في فترة مهمة، ان لا مانع من المركزية الشديدة في بعض الاوقات. دي كلمة الرئيس السيسي في احد لقاءاته التثقيفية، اتجاه المركزية. يعني انا بنقول، مش انا اللي بقول، بس كل الناس بتقول ان الحكومة ما تعرفش تدير حاجة، ان الحكومة المدير فاشل في مشروعاتها هي، ولذلك لجأنا للخصخصة وما إلى ذلك والاستثمار الأجنبي وما شابه. اشمعنا في حاجات تانية بنبدو كما لو كانت الحكومة هي المنقذ والوحيد اللي بتقدر تدير؟ يعني احنا مش موكب المومياوات كان حلو، بس احنا صرفنا فيه فلوس، ما خدناش منه فلوس. الأسئلة كثيرة. وخلي بال حضرتك، اللائحة التنفيذية لهذا القانون سيصدرها وزير الأوقاف. يعني أنت عارف أي قانون في مصر ما بيتنفذش إلا من خلال اللائحة التنفيذية. فلو اللائحة التنفيذية لعبت يمين ولا شمال، خلاص اللائحة التنفيذية لا تقعد على البرلمان أصلا ولا مجلس الشيوخ. تمام. لا، اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزرع، دي حقيقي. شكرا جزيلا الأستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي.